مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب اشترك في القناة باش توصل بجديد الأخبار إن شاء الله أكدت مصادر مطلعة بأن نوع من الاحتقان يسود جل الأوساط بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوفة عقب إقدام ما تسمى قوات الأمن بجبهة البوليساريو على اعتقال الناشط المعارض أحمد ولد الغالي وبوحشية أمام مرأة ومسمع من أفراد أسرتها وأبرزت ذات المصادر أن المعتقل هو ناشط معارض للوضع القائم بمخيمات تندوفة وقد سبق له ان قاد حركات احتجاجيه على خلفيه اوضاع حقوق الانسان المترديه داخل المخيمات وتسود حاله من التذمر والسخط الشديدين في المخيمات على خلفيه الاختطافات والاعتقالات التي تطال عددا من الصحراويين المعارضين لسياسه القمع والنهب لقاده جبهه البوليساريو واندلعت احتجاجات عارمة من طرف سكان مخيمات دوف عصر اليوم الجمعة تطالب بانهاء زمن انتهاك حقوق الانسان في المخيمات والكف عن تضليل الراي العام باخبار كاذبة وبتحقيق انتصارات سياسية وهمية